طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. انا وفتح الرحمن احمد دفع الله. اللايف ده خاص بمجموعة حملة الامل. الجمعة بخيتة ومبروكة عليكم جميعا في كل مكان. الليلة الجمعة 22 يونيو 2018، والفيديو ده الحقيقة عنده سبب، يعني ما حاجة كان مخطط لها من قبل. نعم الله عليك، شكرا لك يا محمود. ما كان مخطط لها، لكن مهم جدا جدا انه وقت ما الزول عرف ويدارك وفهم انه والله في حاجه غلط، طوال يتكلم عنها في لحظتها، ما يقعد يرجيها لحد ما البرنامج الانتخابي يكتبوا الخبراء ويراجعوه المراجعين والى اخره. جمعه مباركه عليكم جميعا. الموضوع يا اخواننا هو التمييز في السودان، التمييز بكل اشكاله، التمييز العنصري، التمييز الجندري، التمييز بناء على اللون، على القبيلة، على إلى آخره. والحقيقة كنت قبل شوية مع واحد من الشباب الرائعين جدا، أخ فاضل جدا جدا، وكنت بتكلم معه في لحظة من اللحظات، بتكلم معه يعني أنا بكل حماس عن حملة الأمل والتغيير في السودان والشباب وتفاعلهم وكده. قال لي: يا أخي تعرف، أنا أقول لك بكل صراحة يا أخي، أنا لا اتولدت في السودان ولا تربيت في السودان، كلها كم سنة مشيت قريت فيها الجامعة، الزعطة وزهقت وكرهت الحاصل، والحمد لله بارك المرة ربنا مرقني. يعني أنا ما عندي حاجة للسودان، ده الكلام اللي قاله لي حرفيا يعني. فأنا في اللحظة دي قعدت يعني كنت مهجوم شوية كده، ما حاجة متوقعة منه إنه يتقال، لكن الحرقة اللي قال بها الزول ده أنا ما لاقتني قريب، يعني حاجة كده فيري يونيك. الزول ده هو من مجموعه بنسميهم نحن في السودان الشهاده العربيه، وده نوع تاني من انواع التمييز اللي بتمارسه الدوله السودانيه ضد مواطنينا. يعني الحكومه في السودان بتنجح تماما انها تفشلك في كافه المستويات، يعني من انت ده طالب ما موفر لك المعينات انك تدرس وتلقى احسن الاساتذه وكده وبتاع، تمشي الجامعة بتلقى المشاكل والبوليتيكال بولرايزيشن، الاستقطاب السياسي الحاد، الجامعة مقفلة الليلة مقفلة بكرة إلى آخره، البيئة ما مهيئة، الأساتذة تعبانين، روحوا مارقة، ما في لابراتوريز، ما في إمكانيات حقيقية مسخرة للناس أساس إنه يقروا قراية جامعية تعليم عالي كويس. بعد ذاك اتخرجت بيجي يقف لك الجيش في الطابور، تمشي تعمل خدمة إلزامية، انا بسميها الزاميه، هم بيسموها وطنيه، انا بسميها الزاميه لانها هي ملزمه للناس لكنها ما وطنيه، ما في اوبجكتيف، وده حتكلم عنه في لحظه ثانيه. طلعت من الكلام ده تفتش لك شغل، تحاول بالتيله والتلتاله، الدوله بتفسدك في انك انت تشوف لك طرق ملتويه عشان تلقى بها شغل، واسطه محسوبيه الى اخره. بعد ده كله لقيت الشغل، انت داير تعمل انكم كويس عشان عندك احلامك وطموحاتك الشخصيه، عايز تتزوج تجيب اولاد والى اخره، عشان الاولاد ديل اول ما طلعوا للدنيا يلقوا نفسهم مصنفين تصنيفات مسبقه، سيما لو كانوا اتولدوا في دوله خليجيه ولا خارج السودان. الناس اللي قاعدين في السودان هم يعتبروا السنتر بتاع الهويه، وهم طبعا بيمارسوا عنصريه وتمييز ضد بعض، كل زول بيمارس تمييز من نوع مختلف على الثاني، لكن كلهم بشكل او باخر بيجمعوا على التمييز ضد زملانهم، مثلا في المدرسه في المرحله الجامعيه الجايين من دول الخليج مثلا. انا انور فتح الرحمن احمد دفع الله ما بأعفي نفسي من المسؤوليه، انا لست بريئا من هذا النوع من التمييز. انا قريت في كمبيوتر مان لفتره اللي هي جامعه المستقبل حاليا، ولقيت زملاني جايين من دول خليجيه، انا قريت في مدارس في السودان يعني، فكنت بستغرب في انه الناس دي لابسين كده وبيتكلموا كده واللكنه بتاعتهم شكلها كده وبتاع، فما مقتنع انهم ديل بين قوسين اوثنتيك سودانيز، يعني ما سودانيين اصليين مقارنه بي انا السوداني الاصلي. انا شخصيا كان يمارس ضد التمييز لانه جاي من بور سودان ويعتبر اقاليم بالنسبه للناس اللي قاعدين في العاصمه. الناس في العاصمه نفسهم يمارسوا التمييز ضد بعض، ديل اولاد ام درمان اولاد قليبه، وديل اولاد الخرطوم اولاد الحضاره، وديل اولاد بحري، نحن بحري حقتنا ونلف في تمييز في تمييز في تمييز.
انا الشيء داير اركز عليه وتحديدا السي دي اللي هو الشهاده العربيه. الشهاده العربيه دي لاخواننا لانه ان احنا مارسنا ظلم مركب، يعني الاسره كلها تمسيك زول زول، الابو الشغال والجهاز على المغتربين وبتاع قاعد يحلف فيه، الام اللي هي ايزوليتد انعزلت من مجتمعها بقت خارج الاطار بتاع بيئتها الطبيعيه، الاولاد اللي هم بيقوموا في بيئه ما البيئه بتاعتهم. ده كله سببه منه، سببه انه الناس ما لاقي عيشه كريمه و و و ومشرفه في بلده، اضطرت انها تطلع من بلده. لو جينا راجعين يا اخواننا عملنا روت كوس اناليسيس، سبب الكلام ده كله منه؟ سبب الحكومات بتاعتنا نحن، ما لانه ما في زول بيكون، يعني انا ما بلقى لي مثلا زول سويسري حايم مثلا في حته كده غريبه تقول لي يا اخي اسمع انت جابك هنا شنو في الحرده وفي الكتاحه دي وفي المعرض شنو، يقول لك يا اخي والله يا اخي ما قارصه معانا بهناك وانا جاي دار اصلح من وضعي المعيشي. لا، الناس دي بتجي لميشن محدده، دار تجي سياحه، دار تشوف لها معلم سياحي الى اخره، معلم تاريخي ولا كده. لكن الزول القاعد في بلده قاعد محترم. ان احنا اللي بيخلي الناس تمرق من بلدها اللي هو السوء بتاع حكوماتنا ان احنا، وتمييز ضد مواطنينا. المسؤول الحكومي بتلقاه في السودان احسن من المغترب برا السودان. وبعدين بنجي ان احنا بنحكم ان احنا نفسنا، بنحكم على نفسنا انه دير والله مواطنين درجه اولى ودرجه ثانيه. يعني لما كنا بنعاين احنا الاوضاع بتاعت الجنوب، جنوب السودان، كنا نفتكر انه والله يا اخي الجنوبيين مظلومين، والكلام ده حقيقه مظلومين لانهم يعاملوا مواطنين كدرجه ثانيه. المسيحيين مظلومين لانهم بيعاملوا كمواطنين درجه ثانيه. لكن منو ما درجه ثانيه غير الحكومه في السودان؟ خلونا كده نمسكها واحده واحده. منو غير الحكومه والناس اللي حوالينا ما درجه ثانيه في السودان؟ اي واحد فينا مظلوم بشكل، الحكومه دي بتغوش علينا، اللي بتغوش عليه بالدين، اللي بتغوش عليه بالاقتصاد، اللي بتطمعه في وظيفه والى اخره. انا برجع ثاني لموضوع الشهاده العربيه ده اخواننا، لانه أسي حاليا منو ما شهادة عربية؟ منو الما بيتمنى يلقى له وظيفة في قطر ولا الإمارات ولا السعودية ولا البحرين ولا سلطنة عمان؟ منو زول يرفع عليه يده كده فوق؟ لو ما زول فعلا مستفيد من النظام وقاعد جوا وزول فاسد وملغوص وإلى آخره، أو زول عنده التزامات ما بتخليه يتحرك نهائيا. لكن أنا ده على حسب ما بعرف، أنا ده معظم الناس اللي بعرفهم ده هيطلعوا من السودان، ما في زول يقعد في السودان. والناس اللي هتقعد تطلع من السودان ده تمشي الدول الخليجيه عشان تصلح اوضاعها والى اخره. فهل يا اخواننا نحن دايرين نطلع من السودان عشان نسمي اولادنا بعدين شهاده عربيه؟ عشان ما نقبل بيهم؟ عشان نجي نحن في التعليم بتاعهم يكون الاسره كلها مجهجهه؟ يا اخوانا في حاجه غريبه جدا. الناس الزملاني انا ده والدفعتي من الشهاده العربيه، الناس دي لما جو قعدوا في الديسك قدامنا كده وفي اللابراتوريز بتاعت الكمبيوتر كانوا بيعرفوا يبرمجوا، قروا في مدارس فيها كيريكولم، فيها مناهج موضوعه بافضل الخبراء. طبعا احنا بنجي بنمسك الجزء الوحيد بتاع انه احنا والله السودانيين دير العمل والتعليم والناس اللي عملوا وبنوا الخليج وبتاع. والناس المؤهلين جات عملت المناهج وجو قروها، الناس اللي بنقول عليهم شهاده عربيه اللي هم تاهلوا تاهيل كويس، الناس المهذبين جدا جدا، الناس ديل عارفين نفسهم دايرين شنو عندهم، يعني شافوا ما يعني ما انا لما مركت في السودان سنه 97 ما كان لا في ماكدونالدز لا كنتاكي ولا برجر كينج ولا بتاع. جينا لقينا انه الناس ديل والله عارفين كل الحاجات دي، يعني الناس ديل بيعرفوا كل الفيديو جيمز، بيعرفوا كل الممثلين، بتلقى الواحد عنده هوايه ركب خيل بيلعب ميوزك الى اخره، ما عندهم المشكله والهوس بتاع طبعا ما بتكلم على كلهم لكن بتكلم على اتليس الناس اللي درست معاهم ولاقيتهم انا، ناس قروا مناهج كويسه، يعني تكون ناس انا لقيتهم اول ما لقيتهم بيعرفوا برمجوا في الكمبيوتر. احنا في الوقت المناهج بتاعتنا خاتلنا يعني ديناصورات في السودان، ديناصورات ناس يعني ممكن يدمروا اجيال واجيال ولا يرمش لهم ولا يطرف لهم عين. فاخوانا الموضوع بتاع الشهاده العربيه ده فيه ديسكريميشن يعني مؤلم جدا جدا للزول. وانا صراحه غضبان هسه حاليا غضبان، لانه يعني صاحبي ده وقت قال لي الكلام قالوا لي من جوه قلبه، يعني قال لي انه انا ما يعني ما دار انتمي للسودان ولا بتاع ولا عندي له شيء، انا اتمنى كنت اكون اوروبي ولا اكون اي جنسيه ثانيه. يا اخي انتم مالكم يا اخي فاكرنا بنفسكم
ويعني يعني كل واحد دار ينط جوز في الثاني. وفعلا الكلام ده يعني تو بيج اكستند صحيح، الى مدى بعيد صحيح. يعني احنا كل واحد فينا متربص بالثاني، دارين بس نقضي على بعض ونكسر بعض ونسوي بعض في شنو يعني، ما معروف ذاته. احنا اخواننا لازم نقضي على كافة اشكال التمييز في السودان عشان نقدر نمشي لقدام. لو احنا دارين وحدة وطنية فعلا، لازم نبدأ نحن من هناك، من الليفل الفوق بتاع ده عبد وده خادم وده حلبي وده ما عارف ود بلد وده الكلام الفارغ ده. يعني احنا في 2018 خلاص الكلام ده كده زمنه انتهى، وده شهادة عربية وده شهادة لندن. يا اخي التمييزات والتصنيفات دي ما معقول دولة تعايلي مواطنينا اللي بيدفعوا لها الضرائب، المستعدين يخشوا الجيش بتاعها عشان يحموها ويحموا حدودها، تكون بتعامل مع المواطنين بتوعنا بتمييز. الكلام ده لازم ينتهي. احنا اخواننا هنا في حملة الامل لازم ننهي الكلام ده، واتمنى انه الناس تفتح ديبيت تتكلم تقول الكلام اللي عندها. اخواننا احنا ما حنقدر نحل المشاكل الا اذا شخصناها وتكلمنا عنها بشجاعة، غير كده ما حنقدر نحل المشكلة. ممكن نتكلم على الاقتصاد والسياسة المالية والصراف الآلي ما طلع قروش، لكن مشاكلنا الحقيقية هي مشاكل بتاعت قبول، بتاعت تولرنس. ما ممكن يا اخوان انا ما اقدر اقبل اخوي ولا ولد عمي ولا بتاع ويكون عندي تصنيف له انه درية تانية وده ما نافع وده يعني كانت فيت في الحتة دي والكلام الفارغ ده. لازم الكلام ده يا اخواننا نخطه ونصفر عداداتنا عشان نقدر نمشي لقدام. يعني اتمنى انه موضوع التمييز الناس تناقشوا بكل صراحه ووضوح، وخدت له حلول مع بعض. انا بقول انه برنامج الانتخاب الناس تكونوا مع بعض، لانه كل واحد فينا محروق زي صاحبي ده، كل واحد فينا عنده حاجه مكوي منها. فخلونا نتكلم على الحاجات دي، نتكلم بصراحه والله من وراء القصد. السلام عليكم ورحمه الله.